على كل سيبدأ الحديث بمنتخب الجزائر. المنتخب الجزائري تمكن من تحقيق التأهل بعد 4 انتصارات في 4 مباريات، 12 نقطة كاملة لأبناء المدرب جمال بالماضي. ألف مبروك حكيم التأهل، وأعتقد أهم من الفوز على النيجر باعتبار انتصارات متوقعة على منتخب النيجر ذهابا وإيابا، لكن الأهم من هذا هو الدماء الجديدة التي كانت في صفوف المنتخب الجزائري، لاعب الشيبي، أيت نوري، مهدي لاريس، يعني عديد اللاعبين الجدد في تشكيل المدرب جمال بالماضي. أكيد، وهذا ما يؤكد الفترة الانتقالية للمنتخب الجزائري، استدعاء لاعبين يعني بجودة بوعناني، شايبي، لاريس، أيت نوري، حجام، كذلك فاندر كيركوف لاعب باستيا، يعني هذه راح يعطي دماء جديدة للمنتخب الجزائري، وكذلك راح تعطي حلول تكتيكية كثيرة للناخب الوطني. الآن نحن نعرف أن المنتخب الجزائري كان يلعب كثيرا على الكرات الطويلة، ويلعب على سواء البينية ناحية محرز بليلي أو في العمق ناحية بونجح أو سليماني، لكن الآن بتواجد شايبي الذي يمكن أن يلعب في الرواق كما يمكن أن يلعب كصانع ألعاب، يمكن أن يخلف كثيرا في غول الذي نفتقده كثيرا في المنتخب الجزائري. وكذلك بوعناني المايسترو الذي صنع هدفا جميلا جدا لمحرز الهدف الثاني ضد النيجر. أظن أن المنتخب الجزائري الآن في الطريق الصحيح. جمال بالماضي يملك كل المفاتيح التكتيكية والفنية ذا جودة عالية لكي يصنع فريق مستقبلي، يصنع فريق يمكن أن يحقق به إنجازات وتتويجات أخرى إن شاء الله. أنظن أنه التأهل هذا منطقي ومنطقي جدا. بقي كذلك أن نتمنى، أنا شخصيا أتمنى التأهل لمنتخب طنزانيا بحكم أنه صديقنا وزميلنا المحلل عادل عمروش والمدرب كذلك مدرب المنتخب طنزاني هو على رأس هذا المنتخب. أتمنى أن أرى طنزانيا والجزائر من هذه المجموعة في كأس إفريقيا 2024. والله عادل عمروش لو تأهل مع المنتخب التنزاني سيكون ضيفنا إن شاء الله في برنامج الكرة العربية حتى عبر الأقمار الصناعية، تكون سابقة من دار السلام. أنا نتمنى نخليه مكان يجي يحضر. هو موجود، هو ممكن يكون موجود في الدوحة، وحتى لو مش بالدوحة حاولوا ياخذوها أشو يعني مباشرة بعد التأهل من تنزانيا. عادل أحدث نقلة كبيرة في منتخب تنزانيا. منتخب لسه تنزانيا وصل ولكن أنك تفوز على أوغندا. أيوة، ولكن عنده أيام. لا، ولكن هذه النقلة بسيكولوجية كذلك توجد في المدربين، والدليل فوز البنزرتي. يعني الآن أنه في أول مباراة يفوز على أوغندا، والآن هو الآن أصبح صحيح. مرشح كثير كبير أنه يتأهل المباراة في دار السلام، ويحسب له هو عنده باع كثير في إفريقيا. طبيعي جدا، عادل عمروش تقريبا درب عديد المنتخبات في إفريقيا، بوتسوانا، تنزانيا، كينيا، ناميبيا، كينيا، عديد المنتخبات الحقيقة في القارة الإفريقية.